بتسأل يعني عن يعني أخت ذهبت لزوجها في أمريكا، وبعد يعني وصولها بشهرين الأخ ساب البلد، قال لها إن هو مش مستريح في أمريكا وساب شغله ورجع مصر مرة أخرى. فالأخت اللي هي الزوجة يعني رفضت الرجوع، لأن هي ملوش شغل في مصر وملوش سكن في مصر. وقال لها، قالت له هنرجع على فين؟ قال لها يعني تقعدي في بيت أهلك لحد ما ربنا يسهل. لكنها رفضت واستمرت في أمريكا لمدة 7 سنوات الآن حسب كلامها. اللي حصل ان حاولت ان هو يا اما هو يرجع يجي مره تانية، فهو رفض، طلبت منه يصرف عليهم رفض، قال لها لازم ترجعي انت مصر، وطلبت منه الطلاق فرفض، حاولت ترفع خلع في مصر فما نفعش لانها لازم تكون موجوده. خلاصه الامر انها تقدمت لاحد المراكز الاسلاميه بالحاله، فطلع لها طلاق شرعي يعني من الاخ المسؤول عن المركز. قدمت الكلام ده للقضاء الامريكي وحكم بتطليقها رسميا. سؤال الأخت السائلة، هل الآن هي حق لها أنها تتزوج، أصبحت يعني خلاص يعني طالق شرعا، ولا ما زال الأمر معلق؟ ما أقدرش أجاوب سؤال أجابه غير، لأن أنا رأيي عكس كل اللي قالوه ده، فهحطها ببلبلة. يعني أنا رأيي من البداية لا، هي أخطأت. أنت مع زوجك جه مرتاح رجع، نتناقش. إنما عصيان الزوج والإصرار والنشوز يسقط، انا طلبان مش مصر ينفق عليك في امريكا بمعايير امريكا، منين ده؟ كلام مش منطق طبعا. انا بناء بنسمع من طرف، أيوة. من خلال كلامها هي، مش من كلام الزوج كمان. لا، في اخطاء قامت بها. ايوه، اخطاء قامت بها. فانا ما اقدرش بناء على، ما اعرفش المركز اللي سمع منها بناء على ايه طلق. هل سمع من الزوجين وسمع كاملا ولا لا؟ اذا كانت ما سمعه سمع براي شرعي وافتى براي شرعي بادله، خلاص ساعتها يبقى الدنيا يعني ماشي. لما الطلاق اصلا شرعا، امتى بيتدخل المراكز ويبقى القانون لا يسعد؟ انما انت متجوزه في بلد اسلامي ومسلم ورفعت قضيه، الطلاق ما ممشيش. ليه ما ممشيش؟ لان ما فيش حق. ايوه، طب المركز اللي بره اداكي بايه؟ انا ما لا اعلم. عشان كده بقول للاخت الكريمه، انا ما اقدرش اقول راي قبل هذا الراي، لاني رايي عكسه تماما. مش معاه، انا لست من هذا المركز في المقامه دي، فعشان وكمان عشان ما اظلمهمش، لا اعلم مسوغات الفتوى او القرار الذي صدر.